السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية هزت الحدود العراقية السورية بضربات عنيفة ليلة يوم أمس جاءت في الداخل السوري، وذلك ردا على كل الهجمات التي تتعرض لها قواعد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حرب قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. وتصريحات هذه الضربات جاءت بشكل مباشر من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وكالة رويترز وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، والضربات جاءت هنا في الحدود بين القائم البوكمال مباشرة إلى الميادين. هذه النقاط هي التي استهدفت. طبعا تفاصيل هذه الضربة كانت عبارة عن 4 غارات جوية أمريكية استهدفت بالدرجة الأساس مدينة البوكمال في بلدة السيال، مقر للقيادة والسيطرة الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، هو الذي كان أو هو الهدف الأساسي لهذه الضربة وهذا المقر تحديدا وصفته. وقالت الأوساط السورية بأنه يتواجد في مربع سليماني الأمني التابع للحرس الثوري الإيراني، هو الذي استهدف. كانت هنالك انفجارات متتالية موجودة على هذا المقر، مما يشير إلى أن هنالك أسلحة أيضا كانت موجودة في هذا المقر، بالإضافة إلى مستودعا للأسلحة في منطقة الحيدرية في مدينة الميادين أيضا تعرضت إلى ضربة أمريكية كبيرة. وهذه الضربة وهذا الانفجار كان كبيرا، استمر لمدة 2 ساعة بحسب ما تحدثت عنه جينيفر جريفن وهي كبيرة المراسلين في الفوكس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي. وكذلك الحديث هنا على أن هنالك قتلى، وهؤلاء القتلى من الممكن أن تتزايد أعدادهم، وصل عدد القتلى من 6 إلى 8 قتلى طبعا بحسب ما تحدثت عنه الفوكس نيوز وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهذا قابل للزيادة بسبب أن هنالك مفقودين أو إصابات حتى خطيرة موجودة بينهم بسبب هذه الضربة. والحديث عن أن هنالك شخصين من الجنسية السورية والبقية هم من الجنسية العراقية بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. كانت هنالك أيضا لقطات لطبيعة الانفجار الذي جاء في البوكمال تحديدا، نشرته وكالة الفرات بوست بهذا الشكل الذي ترونه. لاحظ هذه كانت اللحظات الأولى لهذه الضربات، انفجار كبير للغاية كما هو واضح، وكل من هم في البوكمال سمعوا هذا الانفجار وشاهدوه بهذا الشكل، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك صورة أخرى من الفرات بوست لطبيعة هذا الموقع الذي استمر بالاشتعال كما تحدثنا من انفجارات متتالية قد سمعت طبعا بعد هذه الضربة. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال بأن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا. الفصائل المسلحة المقربة من إيران لم تكذب خبرا أبدا وقامت بالرد وبسرعة على القواعد الأمريكية الموجودة في الداخل السوري. نتحدث هنا عن عدد من القواعد المهمة مثل قاعدة حقل العمر النفطي، قاعدة كونيكو، وقاعدة الشدادي. في الشدادي سمع انفجار في هذه القاعدة، لم تعرف طبيعة هذا الهجوم، وهذه القاعدة هي تبعد ما يقارب 100 كيلومتر من غرب نهر الفرات التي تعتبر هي منطقة تواجد هذه الفصائل المسلحة، وبالتالي قد نكون أمام طائرات مسيرة هي التي هاجمت هذه القاعدة. لم تذكر الكثير من التفاصيل حول هذا الهجوم، ولكن أيضا الهجوم الآخر كان على قاعدة حقل العمر النفطي الذي جاء بطائرة مسيرة واحدة أصابت القاعدة كما تحدثت الفصائل بنفسها ببيان واضح ورسمي، بالإضافة إلى ذلك إلى هجوم كبير جاء ب15 صاروخا مباشرة على قاعدة كونيكو. كانت هنالك صور لهذه الصواريخ بحسب ما أكدته الوكالات السورية بأن هذه الصواريخ التي استهدفت قاعدة كونيكو كما تلاحظون هي في حقيقة الأمر أغلب هذه الصواريخ سقطت في منطقة زراعية قريبة من القاعدة، وبالتالي لا إصابات مباشرة على هذه القاعدة كما تلاحظون، ولكن واضح جدا من طبيعة هذا الصاروخ بأننا أمام صواريخ الجراد BM-21 جراد هي التي استخدمت من هذه الفصائل المسلحة في هذا الاستهداف. وبشكل واضح هنا أن فصائل مسلحة واضح بأنها ليست قلقة أبدا من الهجمات الأمريكية، بل هي ترد بسرعة وبسرعة كبيرة للغاية، على الرغم من أن هذه الفصائل تعرف تماما بأن هذا
الهجوم الذي نتحدث عنه اليوم جاء بعد 4 أيام فقط من هجوم شاهدناه الأسبوع الماضي يوم الأربعاء في 8 نوفمبر. تحدثت عنه وزارة الدفاع الأمريكية وكانت من خلاله ضربة كبيرة جاءت على إحدى نقاط الأسلحة أو مستودعات الأسلحة الموجودة في مدينة دير الزور، المرصد السوري لحقوق الإنسان. أكد بأن هنالك 9 قتلى، أغلب هؤلاء القتلى كانوا من الفصائل العراقية في داخل دير الزور، والضربة جاءت بهذا الشكل. قد تبدو هي ضربة واحدة، ضربة عادية نوعا ما، ليست بالضربة الكبيرة، ولكن هذه المنطقة وهذا المستودع هو مستودع كبير وكبير للغاية. أي بمعنى آخر، إذا ما حاولنا أن نحدد موقعه ستلاحظ بأننا أمام مبنيين، وهذا الثالث والرابع بهذا الشكل، مساحة مفتوحة، مساحة مفتوحة، ومساحة مفتوحة أخرى، وترى مبنى هنا ومبنى بهذا الشكل باللون الأبيض، وهذا هو الموقع الذي ضرب. وبالتالي إذا ما اتجهنا بسرعة إلى القمر الصناعي لتحديد هذا الموقع ونلقي نظرة عليه، نتجه مباشرة إلى دير الزور، إلى هذه المدينة المهمة للغاية وبالقرب من مطار دير الزور العسكري، باتجاه هذه المستودعات التي ترونها أمامكم، لنتجه قليلا إلى اليمين مع الاقتراب من هذه المباني ستجد بأنها متطابقة تماما مع ما رأيناه قبل قليل. وبالتالي ها أنت أمام المبنى الأول والثاني، وطبعا هنا مساحة ومساحة ومساحة ثالثة، وطبعا هذه هي المباني الظاهرة أمامنا. وبالتالي هذا هو الموقع الذي ضرب وأدى وانفجر بهذا الشكل الكبير الذي نتحدث عنه، لكن الفصائل المسلحة تستمر واستمرت في الرد على هذا الهجوم وفي الهجوم الذي تحدثنا أو نتحدث عنه اليوم. وبالتالي الردع لا يتحقق مع هذه الفصائل نهائيا، والمعادلة العسكرية مختلفة تماما هذه المرة، وهذا هو الأمر الذي تحدثت عنه الفوكس نيوز الأمريكية اليوم، التي تحدثت بهذا الشكل بأننا أمام ما يقارب 52 هجوما على القواعد الأمريكية منذ 17 أكتوبر من بدء التصعيد تجاه هذه القواعد الأمريكية. وبالتالي الهجمات كبيرة للغاية، 4 من هذه الهجمات هي جاءت بعد الهجوم الأخير الذي نتحدث عنه اليوم. أشرنا إلى 3 من هذه الهجمات، الفوكس نيوز وثقت حقيقة بأنها كانت عبارة عن 4 هجمات، مما يشير أن الرد على الأمريكية الذي تبحث عنه الإدارة الأمريكية غير حاضر على الإطلاق، بالإضافة إلى أن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق تحدث إلى 60 مينتس وقال كولايات متحدة كأمريكا بشكل عام قد فقدنا معادلة الردع التي كنا نتمتع بها، وتحدث أيضا عن مسألة مطاردته كشخصية بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بأنه إحدى الشخصيات التي تبحث إيران عن اغتيالها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هو يرى أن الردع لم يتحقق من الولايات المتحدة الأمريكية، والمشكلة الأساسية أن إدارة بايدن تحديدا لديها قواعد، لديها نوع من المحدودية في الاستهدافات، وإن كانت هي بهذا الحجم الذي نتحدث عنه. على سبيل المثال، الهجوم الذي جاء الأسبوع الماضي في الأربعاء في 8 نوفمبر، قالت النيويورك تايمز عن خفايا هذا الهجوم الآتي: بايدن رفض خيارات عسكرية قوية اقترحها البنتاغون خوفا من إثارة صراع أوسع مع إيران. وبالتالي رغم أن الولايات المتحدة والإدارة لا تريد توجيه ضربة عنيفة للغاية للفصائل، إلا أن الفصائل يبدو بأنها تعرف تماما ما الذي تقوم به وكيف هي ترد على هذه الهجمات، وإيران مستمرة في التهديد. أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني صرح اليوم بهذا الشكل وقال الحرب اتسعت بالفعل ولبنان أصبح متورطا ومن الممكن أن يمتد نطاق الصراع إلى أبعد من ذلك. وكذلك في نفس الوقت وزارة الخارجية الإيرانية قالت عرقلة وقف إطلاق النار في غزة ستؤدي إلى اتساع دائرة الحرب، وإسرائيل مستمرة في التقدم في شمال قطاع غزة، هذه آخر خارطة قادمة من الوور مابر، كما تلاحظون كيف أن إسرائيل تطوق بشكل كبير شمال قطاع غزة، وتلاحظ بأن التركيز الآن الإسرائيلي هو يأتي للإطباق على هذه المنطقة وما تبقى من مخيم الشاطئ الذي إذا اقتربنا منه فسنلاحظ أن فعلا لا زالت الفصائل الفلسطينية حاضرة في السيطرة على هذا الموقع، وهنالك عمل كبير من الجانب الإسرائيلي من أجل السيطرة على هذه المنطقة وضرب هذا الطريق بشكل مكثف، وهو طريق أحمد عرابي الذي يحاولون من خلاله السيطرة عليه. وكانت هنالك لقطات قد نشرت من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية لضرب عدد من المباني كما تلاحظون الموجودة على الساحل. هذه الضربة تحديدا إذا ما أخذنا صورة هذه الضربة
الضربة وحاولنا أن نحدد هذا الموقع لكي نفهم ما الذي تفعله هنا إسرائيل. سنلاحظ بأن المنطقة تحديدا التي ضربت هي هنا، هذا هو المبنى تقريبا الذي ضرب بالمقطع من وزارة الدفاع الإسرائيلية. تلاحظ بأننا أمام مبنى، مبنيين، ثلاث، وهذا فرع، وتلاحظ واحد، اثنان، ثلاثة، وهذا هو المبنى الرابع. هذا المبنى طبعا قد ضرب، وتلاحظ شارع آخر، مساحة مفتوحة، مساحة مفتوحة، وهذه أربعة مباني واضحة، وطبعا البحر المتوسط، وواضح بأن المنطقة مرتفعة نوعا ما عن البحر المتوسط كما هو واضح، وبالتالي بالتوجه إلى شمال قطاع غزة الآن إلى هذه المنطقة تحديدا، إلى مخيم الشاطئ الذي بدأت إسرائيل باستهداف المباني طبعا المهمة الموجودة على هذا الطريق، طريق أحمد عرابي. ستلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة تحديدا، نفس المنطقة التي ذكرناها قبل قليل. ستلاحظ بأن هذا هو المبنى الأول، الثاني، الثالث، وهذا الشارع، واحد، اثنان، ثلاثة، هذا هو المبنى الثاني، وطبعا هذا كان مدمرا، وهذا هو الشارع، مساحة مفتوحة ومساحة مفتوحة، وهذه المباني الأربعة، البحر المتوسط، وهذه هي الواضح المنطقة المرتفعة، كل شيء يتطابق، وهذا هو المبنى الذي ضرب أمامنا طبعا من قبل إسرائيل وكما نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية. وبالتالي واضح جدا أن العمل الإسرائيلي يأتي لسبب مهم، بسبب صعوبة هذه المنطقة، وبسبب أن الفصائل الفلسطينية لا زالت صامدة في هذه المنطقة وبقوة، هي لا زالت تقاتل في مخيم الشاطئ بقوة، ولا زالت هذه المربعات التي ترونها تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية، وهي لا زالت موجودة وتقاتل بقوة في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي اخترق مخيم الشاطئ، أصبح موجودا في مخيم الشاطئ، لا بل إنه كذلك بعض الصور التي تم تناقلها أوضحت بعض الدبابات الموجودة في مدارس الوكالة هنا تقريبا بهذا الاتجاه. وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي قد دخل لهذه المنطقة، ولكنه يتكبد خسائرا في هذه المنطقة ليست بالعادية أبدا. وعلى هذا التفكير في ضرب هذه المباني التي نتحدث عنها على طريق أحمد عرابي هي مهمة، لأن الجانب الإسرائيلي يريد استغلال هذه المنطقة، استغلال هذه المساحات المفتوحة لتحقيق أيضا التفاف من خلال الشوارع الفرعية الموجودة لمحاصرة الفصائل الفلسطينية شيئا فشيئا في كل مربع سكني، وفتح الفرصة لهم لكي ينسحبوا، لكي يطبقوا طبعا عن المنطقة. وأيضا هذا الطريق يفتح لهم فرصة وهدف استراتيجي مهم، هو عبور هذا الطريق بأكمله والوصول إلى ميناء غزة الذي سيطرت عليه طبعا القوات الإسرائيلية بعد التقدم في شارع الرشيد بهذا الشكل الكبير، وبالتالي يحاولون الالتقاء مع هذه القوات، وبالتالي يتم الإطباق والسيطرة على منطقة الساحل بأكملها. والجيش الإسرائيلي لديه لا زالت اشتباكات كثيرة بجانب مستشفى الشفاء، قتال كبير مستمر طبعا ضد الفصائل الفلسطينية في تلك المنطقة. وأيضا يجب أن ننتبه أن إسرائيل أيضا قامت بعملية التفاف تقريبا بهذا الاتجاه لكي تعطي رسالة لهذه الفصائل أن تبتعد إلى المنطقة الوسطية من مدينة غزة، والابتعاد من مخيم الشاطئ والرمال، العاصمة الإدارية المهمة للغاية لمدينة غزة، وتغيير هذه المعادلة بأكملها. والآن بدأ الجيش الإسرائيلي أيضا ينشر مقاطعا للبحرية الإسرائيلية، وهي تقوم بتوجيه ضربات عنيفة لكل هذه المباني الموجودة طبعا على طريق أحمد عرابي، ومن أجل تدميرها وتهيئتها وتدمير وضرب كل النقاط التي تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية هنا في هذه المنطقة. وهذه بعض اللقطات التي ترونها من البحرية الإسرائيلية التي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم من طبيعة هذه الاستهدافات. وعندما نتحدث عن الخسائر، الخسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي مع حرب الشوارع التي تخوضها أو يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية. وهذه واحدة من الصور لمجموعة الدبابات والمدرعات والآليات الإسرائيلية مدمرة كما تلاحظون، بسبب المقاومة الكبيرة التي تفرضها الفصائل الفلسطينية كمعادلة قوية في مستشفى أو بالقرب من مستشفى الشفاء، وكذلك في مخيم الشاطئ وفي مدينة أو ضاحية الرمال بشكل عام. تفاصيل هائلة، تصعيد هائل في منطقة الشرق الأوسط بكل تأكيد.